مولاي راني من الصباح راني فاهم فيك غير يشهر وعلى بالك انا كي نقول الصح جامي نكذب يشهر شهر على بالك نقصر مع العنب وما نقصرش معاك صح شهير كلموا لي تحبس لي مخي انا عمري ما شفت بنادم عمره ما خدم حاب يدي كونجي ولا مولاي ولا ما كاش حرب انا لافوت تاعي راك باغيني نروح نجبد البلا مع الغاشي باش ندير حرب دروك ولا كيفاش اي بصك مريح على راك تحوس تريح كيف تدي كونجي على القعاد صح مولاي ما تقوليش مرمم هنا تحبس طبلوك قاع ما تقدرتك مولاي اهلا برهان اسمح لي مولاي لا نقلقك شويه بصح على بالي بلي راني رايح نفرحك ماذا بينا؟ أنا حتى نرني محتاج واحد يفرحني يا برهان غير الخير مولاي العالم الكبير الزرقالي راهو جاني للمخبر وجمع هذا الأسترولاب يا مولاي أتفضل أسترولاب هذا أسترولاب هذا هو نعم يا مولاي إيه بصح يا برهان هذا ذوك لا يصلح هذا يعني مانيش فاهم كي حطيته لينا هنا مولاي هذا الأسراب هذا راح يسمح لنا باش نعرف المكان نتاع الكواكب والارتفاع نتاعها وفي المستقبل راح يعطينا المقياس نتاع الوقت بالضبط يا مولاي مليح ثم راكم تبعدوا ثم راكم أنا نحير يعني فيكم كيفاش راكم لاتين بنجوم وسما وحنا في الأرض رانا لهنا رانا مهرودين تفريتوها في الأرض أنا الديون راني حاصل سامعليش على كل حال واش نقول لك يا برهان بارك الله فيك مولاي العالم الكبير نتاعنا الزرقالي راهو يستنى في المخبر وماذا بيه لو كان مولاي يدعمه باش يزيد يختار عنا أشياء أخرى مولاي ندعموه نعم مولاي باش ندعمونا مولاي الزرقالي خاصه ال قول لي سبونسور يا شوف روح للديبو يعطيك زوج ريتلات زيت مولاي الزيت حب اكثر يا اخي يعرف الحبشه هو قول لي روح عند الملك تاعها يقول لهم يبعثني عاشوره ما على بالهم ثم وما يريق لي واحد ما يشقاش يا مولاي معليش نولي خلصونا من عندي يا مولاي براسك وهذا الاسراب راني نهديهولك يا مولاي بارك الله فيكم على كل حال هو مليح انا ما عندي ما ندير بها في السماء صح شوف مع الزرقالي بالك شما ديرونا اباري تريقلينا الدويون هذو تاع الارض وتاع حاضر مولاي صح تسمح لي نصرف مولاي روح ربي يعاونكم سلم عليه الاسترلاب تاني لك اليث باتا ثاقع الحروف صح مولاي راني جبتك فلون تاع الشيكولا ديالك كل عادة مولاي يرعد يبكي مولاي مولاي شني وشابة هادي هذه سنيوة شابة هذي سنيوة في مخك سنيوة حاجة ما تعرفها سقسي هذه خدمها العلماء زرقالي خدمها مع برهان فهمت هذه يقولوا لها الرذاي تاع بكري شو ولا الرذاي مولاي أرواح فهمك انت ما تضحكش هذه توري لك قاع النجوم وين جايين في السماء مالي بلاصمون تاعهم كيما نقولوا خاطش على بالك نجمه ما تجيش لاصقه مع خوتها، كل وحده وحده، بهذه تفيق. وهذه تعرف كيفاش تقيس الوقت. معناتها تعرف بهذه كيفاش مثلا واش من وقت تجيب لي الفلون تاع الشيكولا. حاجه مليحه مولاي هذه. كيفاش حاجه مليحه؟ العلم هذا يعيطوا له العلم. شوف الرقاص هذا يدور ها. كيف يدور هنا؟ ها. وشنو هذا؟ نوري فارس. وشنو هذا؟ الرحمن الرحيم مولاي وين راني يعني النوم ولا شهادة يا ربي النيكوسياتور الطفلة راح يقتل هو مازال ما جاش الكومبريمون انا ما استناش لازم نتدخل طيب هذا اخر عندي لك يا اما تطلق الطفلة يا اما تغرس المولك شكون انت واش راك دير هنا انا النوري وانتوما شكون شافه وجا النوري
نوري نيكسياتور هذا وين جي؟ لا انا نوري برك بس انتم شكون؟ باغلا جون كريم بصح راك رطار اودي سامحني كنت نسربي فيلتين مولاي عاشور وما عرفش روحي باللي غادي يجي هنا غير قول لي وراني تسربي فيلتين درك فهم هاي المهمه ديالك دخل واحد اسمه طيب في عمره 35 سنه خاطف لنا الطفله انسان مهبول هيا تكل على ربي راني تكل على ربي بصح راني باغي نفهم واش راه صاري كي تدخل داخل واش صاري تفضل توكل على ربي ادخل داخل ياك ادخل داخل يلا النورية شوفي رجلك وين راه النورية يا ربي شدرت انا يا ربي شدرت يا ربي يا ربي سلك على خير يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا النورية السلام عليكم شكون انت انا النوري الملموس ديجا راك طولت وبديت نزعف مالك زعف اخويا انا خاطيني انا بروحي ماني فاهم والو هما اللي بعتوني هنا نتوما تاني بعتوكم هنا كيفاش مالك فاهم والو راك هنا باش دير خدمتك لا اسمح لي انا خدم غير السلطان عاشور باغي نسقسيك انا باغي نرجع للقصر ما تقدرش تعاوني شكون هذا مولاك عاشور مالك ما تعرف السلطان عاشور هو الملك المخير كامل وانا النوري خديم ديالو شوف سمعني مليح راني نشوف ها اسكت خليني نهضر بصح تلفتها لي اخويا فاهم روحك نشوف نسمعك ولا نخليك تهضر ياك انت نيغوسياتور وحنا البونديه ما كان تخشن راسك باتوك لعندنا باش نقولوا لك لي دوموند ديالنا وانت تروح تقول لهم واش رانا حابين كي يعطونا واش نحبوا نعطوا لهم الطفله ولا لا يستمع راكم باغي تزوجوا طفله حبيت تهبلني شوف ما نكثرش معاك الهضره روح عندهم وقول لهم يعطونا واش نحبوا سينو ما يزيدوش يشوفوا الطفله صح هيا دي عليا يا ربي وين راني تلقوني انا جنرال فارس قايد الجيش قالك جنرال بات لبسه اسمع دوك نصح جنرال راح ينباسيو ما يزورش جنرال هذا جنرال جلادياتور خو مصغر قتلتوني غادي تنتموا عليها كي تشوفوا الجيش تاعي يهجم عليكم هنا ايوا عندك جيش ثاني هاي ندوكني يا ما واش هذا واش هذا انا العود تاعك اطلع واش من عاد اطلع اطلع ما تخافش سي بون سي بون او جنوني هيا نوري واش درت لنا فيها درك نفهمك واسمعني مليح انتم الامن وهذوك البونديه راك فهمني فهم راهم يقولوا لكم لو كان ما تعطوهمش واش يحبوا ما تشوفوش الطفله واش هم حابين راهم طالبين تعطيهم لو دومون تاعهم سينو ما تشوفوش الطفله كاع هم حابين يعطونهم لي دومون تاعهم شوف يا سي نوري هاد النوع من المافيا هادو فو با تعطي لهم واش يدوموندو راح قول لهم يطلقوا الطفله سينو ياكلهم البلوط بلوط راك سير راك تشوف فينا نلعبوا اوه قالوا لي بلي تي الميور ميور ايا روحي وراح قول نوري شوفي شا صافي نوري تما انت ما تفهمش جيتي ديك فارغين لا خسار عليك راني فريتها وقالكم السي كريم لو كان ما تطلقوش الطفله راه يعطيكم تاكلوا البلوط روحوا جيبوا البلوط شوف انت زيد تضحك نعلقك مالك تبكي بنتي كيفاش حبيتني ما نبكيش وانا مخطوفه ما راكش تشوف مخطوفه شكون اللي خطفك الغول بولولو خطفها انا خطفها يا ربي وندمت شوف روحوا قول لهم لو كان ما يعطونيش الشكارة ما يزيدوش يشوفوا طفلة بالله صاحبي هاكم فهمتني من الاول راني فريتها اسمح لي هاد النار شغالة هادي هذا بريكي بريك هاك سوفينير وبالك تولي بلا شكارة فهمت شوف اعطوني خمس دقايق برك ونولي
اسمك؟ فارس. فارس كيفاه؟ كيفاه فارس؟ فارس فالف راسي. برك ما تمابيت تاعك. اش تخدم؟ جنرال. كيفاش؟ جنرال انا اللي حاكم كاع الجيش تاع سي بون سي بون خلاص راني كتبتك شومور. وين تسكن؟ في القصر. واش من قصر؟ قصر بخاري قصر شلالة؟ لا 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 قصر تاع مولاي عاشور العاشر. عاشور العاشر حي 400 مسكن العاشور العاشر. هي دار نيسونس 10 اكتوبر 1175 1175 ميلادي. علاش مش قبل ميلاد خير؟ على بالك بالتهم اللي عندك؟ ذكر قولها. الإخلال بالنظام العام، تحطيم أملاك الغير، انتحال شخصية، تهريب آثار تاريخية، إثارة الهلع والخوف، على متن الطائرة. على بالك لا تعني راك رايح ترشع في الحبس. شفيق ويش لونلافمون تاع بنت السي سليمان وين وصلت لافير؟ سي بون لاجون كريم راح صل براس وبعثنا لهم ان كرون رفور. ماذا بيك تخبرني على كل ما صرات داكور؟ داكور شيف داكور. ما تنساش كي تكمل مع هذا جيب لي الدوسي نتاعو. داكور. 1175 ميلادي. هول ما كاش جديد؟ رانا محاصرين منطقة كاش ما يكون جديد نتصلوا بكم. هيا حول. اسمعوا اسمعوا الحالة ما رايش تعشب. أهلا بنا. هيا قول له وسترة. لا الطفلة اللي راهي داخل قتلوها. لا بعشر خطفوها. حتى انا ملي سمعت بلي خطفوها بغيت نسوسيدي بصح معليش راني تفاهمت معاهم باش يطلقوها. الحمد لله. واش تفاهمت معاهم؟ راهم حابين شكارة. شكارة شحال؟ وحدة وقيلة حابين هذاك البلور نديروه الداخل في الشكارة. هذا مكان. أيما شوف سينوري ما كان لا شكارة لا بلور فهمنا؟ كان والو. شوف وروح ليهم الداخل لتيهم بالهضرة. احنا نجوهم اللور ونصبوا عليهم ونحكموهم دروك ما عندهم وين يهربوا. صحيح فهمتوا؟ فهمناك. روح صحة. خلاص فلات اطولوا واش نحبوه. خلاص رانا فرينها لكم دروك انا غادي نلهيكم بالهضرة وهما غادي يجوا من الباب اللي من اللور ويحكموكم. هكذا نفروها والطفلة ترجع لدارهم وانا نولي عند مولاي عاشور. ربي حيا بنا الباب مين جبتو عليه؟ بس شوف انت اللي قص عليك انت مهبول انت ادي عليه ما نسحقش ما نسحق والو. يا ربي يا ربي دير لي السبيطار عيط الكوميسار يجي يديني خلاص ما قدرتش. يا ربي ما تقلقش دوك نقول لهم يجبدوك غير ما تقلقش. هاي اللي قنصورك باش تخرج الشباب ديجا شوف باش تعرفش راني نشوف. يوه هذا انا راني داخل. تم هذه مرايه ياك اش تقول مرايه؟ شو ولا دوك باش نخدمو حلي دوك العينين مش خاص غمضهم لي. صاي سي بون. ايوا هذه هي هذه قعد هكا قعد هكا دوك خلي فاهمك. نيشان روح نيشان ما تقوليش انت من وهران
وهران وهران وهران طريق الهوزن لصدام شاب خالد طريق الليسي عقبة. ها انتم تاني عندكم العقبة؟ بالك انا راني طايب في العقابي يا اخويا، شحال من الحرب راني خاسرها في العقابي. امني والله لا دخلت لي في قلبي، سير جيب هاد اللبسه وهاد الشعر وهاد الكوفه. والله شوف خاصك اي حاجه راني هنا. تسلي بلافوكا ديالي وقول له ما قدرش نجي للفطور. اوكي شاف. شاف رانا درنا التاست تاع لي زومبرانت تاع المدعي فارس بصح ما لقينا عليه حتى معلومه. كيفاش هذا ما لقيتو والو؟ ما لقينا والو، ما عندوش كازي وما اكزيستيش. واش اللي جابو معاه؟ واش درتو به؟ السيف اللي جابو معاه بعثتو للابراتوار وعلى حساب لي زاناليز الحديد اللي مخدوم به عنده 9 قرون. مازلنا في 9 قرون. دبر راسك، لازم نعرف منين طاح هذا فارس. هيا قفز. داكور. شاف واش نديرو له؟ شكون؟ فارس. يبقى معنا حتى نكملو لونكات. اوكي شاف صحة. يعطيك الصحة سي نوري، عمري ما ظنيت الشيء اللي درتو كان بالعاني. قول لك حاجة، أنت أن كرو نيغوسياتور. بلا مزية يا خويا، ما فهمتش واش صرا له مسكين. حكيت له على مولاي عاشور خرج. لما حكيت له؟ على مولاي عاشور. يا المهم الطفلة خرجت بخير. يعطيك الصحة يا سي كريم. سلكت لي بنتي. بصح بابا نوري اللي سلك لي. بنتك عندها الحق، اللي لازم تقول يعطيك الصحة هو السي نوري. بارك الله فيك يا سي نوري، سلكت لي مو العين. واش تقول لك كانت تفضل عندنا الدار وتعشى معنا؟ هذه بلا ما تقولها، شكون دار العشاء؟ 10 اكتوبر 1175. يا اخي مسخير يا اخي. تسمى هذا اللي مقابلني في عمره 9 قرون، سي صح؟ باين عليه. اسمح لي شيف، انا درت التقرير تاعي على حساب واش هضر. على حساب واش هضر شيف؟ على حساب الحطه ديالو السور جاب من وقت واحد اخر. كيفاش كيفاش بالك؟ تسمى كان شي ناس يسافروا في الوقت، سي صح؟ قولوا لي اكسترا تيرست وخلاص. لا ما شكيتش يسكو في العاشر. شنقول لك؟ ما خليتهمش كاع يهضروا والو. بابا عيط لي. اجت بنتي. اي قعدي تعشي معنا يا بنتي، قعد. لا لا مانيش جعانه. اي يا بنتي قعدي تعشي معنا الحمد لله. اي يا بنتي اللي فات مات الحمد لله خرجت على خير. اي اي قعدي قعدي، والضيف تاعنا راه معنا. اي قعدي قعدي. اي بنتي خرج سلامتك، ماكله كيما هادي تفرطي فيها. اي ريحي بنتي ريحي. سبحان الله، كوبية كيما هادي يخطفوها، حنا عنا يخطبوها. ماشت والو يا سيد نوري، في وقتنا هذا راهم يخطفوا الدراري الكبار الصغار. واش نقول لك؟ واش نزيد لك؟ زيد لك؟ واش تزيديني الله يستر؟ راك الحريرة، زيديني زيديني. ما يكون غير خاطرك سيدي. سيدي؟ بصحتك بصحتك، ما ننساش خيرك. ما تنساش باللي سلكتني بنتي من الموت. لو كانت تشوف بابا كيف سلكني ما خرجت حتى رصاصة. ايه هذا هو البروفيسيوناليزم يا بنتي. بصح قولي كيفاش حتى وليت نيغوسياتور؟ انا خاطيني مانيش منا. الرفاي تاع السينية هو اللي جابني هنا. الرفاي تاع السينية. شوفي يا بنتي شحال متواضع. شوفي شوف قولي سي نوري وين تسكن؟ انا اسكن في مملكة مولاي عاشور العاشر. كنت نسير بالله تاع المولاي حتى جبرت روحي هنا بيناتكم. مانيش عارف لا راك فاهمني، انا بروحي مانيش فاهم كاع. هو قيل راني النوم. لا مانيش النوم. بصحتك بصحتك. درك نروح نشوف الشوفير يوصلك. بابا بابا شو مسكين طايح علينا هي وستريس تاع الصباح كله. معليش لبات معنا اليوم. وسيلو هذاك. مرحبا بيه. شوفي له البيت اللي في السطح. هيا وين ابارشا؟ سافا سافا نوري. قل
اللي وين سمع الملكة اللي كنت عايش فيها؟ سيدي النوري البارح رقدت مليح. لا رقدت مليح غير هذيك الشمعة بن عمي عيت نسف عليها ما بغاش قاعد تطفى. فارس مزيا جيت راني هنا فارس جاوبني فارس ولي مولي عشر وراه جاوبني مالك جاوبني نوري هذا فارس جنرال تاعنا جا معايا في الرافي تاع الصينية خليني نسلكه مالك خليني احبس واش حاب تكسر لي التلفزيون بابا لازم نروح ندوي البوست بوليس راه يقول بلي هذا جنرال تاعهم شوفك معايا هذا نوري راه بدا يخوفني على بالك بابا بلي هو اللي سلكني ماشي قلت لي واش يحب دير له خليك بابا امنا في هاد لافير لازم نتبعوها خلاص 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 بصح ما يجيش معايا بهاد اللبسه دبري راسك شوفي واش تلبسي هكذا نوري نوري ارواح ارواح نجيبو فارس قولوا لي ما عندكش حاجه نهرسوا هاد الحيط بالك يكون غير من الله ورحمه نوري هذاك تلفزيون ارواح ارواح فارس ما تقلقش رانا جايينك من جهه اخرى ما تقلقش مالك تحماليش كان مع الواد احنا طلعنا له مع العقبه طالعين 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 كل جيل سكت عليا قبلتني بحكايتك ديجا شكون انت انا جنرال فارس خو سلطان رزان خال الامير لقمان ونسيب الملك عاشور نسيبه انت بالروح بالروح شكون سلطان عاشور حبيتو تهبلوني فهمتوا على راسي انت منا نوري منا نوري برحمة الوالدين وين شفته خاصنا نولوا للقصر دروك سلطان عاشور ما شفته شكون دي بحق الوالدين شوف ما زيدش نسمعك تهضر تقول سلطان عاشور ما حصل في هذا حياتي انا جاكم يا ربي يا ربي عفوايا بلوني يا ربي يا ربي خرجوني منه يا ربي انا مع المهبل يا ربي يا ربي العالمين يا ربي وراني سي سليمان تكنيك تعمل بلاكيت هذو واش نقول لك بنتي هي اللي دخلت ليها تشوفها في دماغ على بالي بلي راهي ما تدخلش في الراس بصح درت دي غوشيرش ولقيت بلي راهو صح يقدروا يديروا فواياج دون لو طون يقدروا يديروا نقدروا وشحال هذا شحال شوف سي سليمان تعرفني بلي نعزك بزاف داير فيك الثقه وراح نمدلك فارس بصح نعلمك لونكات مازال ما خلصتش يعطيك الصحه راهو في دماغي أيوا بيبنا جينيرال أيه عندك زرم جو يخرج جيب شيف أخويا والله يطلق سراحك تبرا بصح تطول جوفي جوفي غير كون متهني نوري فارس كيرا أخويا يا نوري جامي ما ضمنيت نفرح كي نشوفك نوري هذا اللبسة اللي راك لابسها مالك هذا يسموه كوستيم ولبسوه غير مقالي وانا اليوم لبسته غير باش نسلكك فارس حفتك نوري نوري عاشو مرة
رزان رزان رزيقة رزيقة مش رزان رزان أنا السلطان عاشور العاشر وأنا مرت لويساز وين راني هنا؟ وين راني هنا؟ وين راك؟ راك في مملكة دريت حسين مرحبا بك وش هذا؟ بيكورة ما عرفتاش؟ جيب يدك أنغم وش فعليك؟